أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة اليوم من الطاولة المستديرة. أكد التحالف الدولي بقيادة واشنطن مغادرة قواته منطقة منبج غداة دخول قوات الجيش السوري إليها بموجب اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية وتنفيذا لقرار واشنطن بانسحاب الجنود الأمريكيين من شمال وشمال شرق سوريا. وبهذا حرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلفاء واشنطن قسد من الحماية في وجه العدوان التركي، وذلك حين أصدر أمرا بسحب القوات الأمريكية المنتشرة في شمال شرق سوريا. وفي ظل هذا العدوان التركي أعلنت مصادر دبلوماسية أن أعضاء مجلس الأمن الدولي طلبوا عقد اجتماع جديد مغلق الأربعاء حول الهجوم العسكري التركي في سوريا. وللحديث عن هذه المستجدات يسعدني أن أرحب بضيوفي معي من برلين الأستاذ عبد المسيح الشامي منسق العلاقات الألمانية العربية بالبرلمان الألماني، ومن باريس الأستاذ عماد نجار كاتب سوري، وضيفتي هنا في الاستديو السيدة فوزة اليوسف عضوة الهيئة الإدارية في حركة المجتمع الديمقراطي. ضيوفي الأفاضل ومشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم على شاشة قناة اليوم. سيدة فوزة، لو أبدأ سؤال الحلقة من عندك أولا، الآن لو سألتك بالتحديد تفاصيل وماذا يحدث في شمال شرق سوريا إثر هذا العدوان التركي الغاشم على هذه الأراضي؟ طبعا يمكن أن يتم التوقف على عدة نقاط. أولا من ناحية العسكرية، طبعا هناك يعني حرب ومقاومة شديدة من قبل قوات سوريا الديمقراطية خلال أيام الاجتياح، وبالرغم من أن الدولة التركية تقوم يعني استخدام كل الطرق العسكرية وكل الأسلحة الثقيلة وتستخدم كل أسلحة الناتو، ولكن في الحقيقة لحد الآن لم تتمكن من يعني إسقاط المدن التي يتم يعني تركيز الحرب أو تكثيف الحرب فيها. بالإضافة إلى أنه يعني من المهم جدا التوقف على نقطة بأنه ممارسات الدولة التركية والمرتزقة هو يعني استمرارية لممارسات داعش التي كانت تتم حينما يقوم داعش يعني اجتياح منطقة ما. فالإعدامات الميدانية التي تمت في هذه الفترة يدل على أن حقيقة يعني الدولة التركية وأردوغان هو الذي كان يقوم بتوجيه داعش بأن يقوم بهذه الممارسات قديما، والآن هو يستمر في نفس الشيء. وتم قصف المدنيين كثيرا خلال هذه الأيام بشكل عشوائي واستهداف المدنيين، والبارحة أيضا كان هناك يعني مجزرة بحق المدنيين. يعني هناك جرائم حرب تتم، وحقيقة يعني أمر مهم جدا بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان ويعني منظمات الموجودة هنا، يعني هناك حاجة لمحكمة دولية لأنه بالفعل هناك جرائم حرب. وأيضا يعني حتى أمم المتحدة اليوم صرحوا بهذا الشيء بأنه يعني يجب التحقيق في بعض الأمور. أما من ناحية يعني من ناحية الشعب ووقوف شعبنا، هذا أيضا مهم جدا. يعني شعبنا شعب مقاوم، وخلال هذه الأيام بإمكاننا أن نقول بأن يعني بالرغم من كل هذا القصف وهذا يعني العدوان والظلم، إلا أن يعني الشعب هناك مدنيين ما زال في سريكانية وفي تل أبيض، ويعني يحاولون بقدر الإمكان أن لا يتركوا ديارهم. أما بالنسبة للأوضاع الدبلوماسية، فطبعا يعني سوريا خلال 8 سنة الماضية حقيقة كانت يعني مركز صراع وما زالت مركز صراع. ومع الأسف يعني السوريين هم ضحايا هذا الصراع وما زالوا ضحايا باعتقادي. ف يعني الدولة التركية تريد أن تحقق يعني طموحاتها في التوسع، وتريد اقتطاع أجزاء من سوريا. ويبدو بأنه يعني هناك يعني حسب ما نقوم ب يعني تقييم وتحليل الوضع الراهن،
كان هناك في البداية بعض التوافقات، ولو أن المؤسسات الدولية كلها لم تكن مشاركة في هذا الشيء، إلا أن يبدو بأن أردوغان لن يتوقف عند الحدود الذي تم تحديد له في مسألة الاجتياح. طيب، هذه النقطة في غاية الأهمية، مفتاح لسؤالي التالي: هل ما تم التوافق أو الاتفاق مع دمشق، هل هو جاء نتيجة ضرورة مرحلية، أم هو سيكون ضمن اتفاق فيما بعد لانتشار الجيش السوري على طول الحدود بمسافة 1 كيلومتر داخل الأراضي السورية، يعني جنوب تركيا بمسافة 1 كيلومتر؟ بالنسبة لمسألة وثيقة التفاهم بيننا وبين النظام، حقيقة نحن يعني خلال هذا الحراك الشعبي وهذه التطورات في سوريا، أكدنا دائما بأنه يجب أن يكون هناك يعني حلول داخلية وضمن الحدود السورية، ولم يكن هناك أي مشروع انفصالي في أي وقت من الأوقات، بالرغم من الاتهامات ويعني الحرب النفسية التي كانت تتم. فطموحنا بأن يكون هذا يعني خطوة أولية لتطوير حلول جذرية بهذا الخصوص. إلا أن يعني لحد الآن بإمكاننا أن نقول بأن حتى هذا التوافق يعني يسير ببطء، لأنه هناك يعني يجب أن نستعجل ببعض الأمور. صحيح. ومسألة الوقت مهم جدا، ولكن يعني لم يتم إدراك هذا الشيء يبدو من قبل الحكومة السورية. ونود القول بأنه يعني طبعا تم يعني إرسال القوات إلى بعض المناطق، وإلا ولكن لم يتم إرسالها إلى بعض المناطق لحد الآن حسب التوافق الذي تم والذي نعرف. ما الذي يمنع؟ طيب، طالما في اتفاق، ما الذي يمنع وما الذي يؤخر قدوم؟ في الحقيقة يعني هناك كثير من يعني إشاعات وكثير من المعلومات، يعني لا يمكن أن يكون يعني جزم بشكل نهائي أنه هذا هو السبب. فيعني احيانا يقولون الامريكيين هم الذين يعني يعرقلون هذه المساله، واحيانا يقال بانه الروس هم الذين يعرقلون هذه المساله. يعني هناك تماطل، هذا واضح جدا. طيب. ونحن ايضا اكدنا على انه يعني يجب ان يكون هناك كليه في مساله تطبيق وتنفيذ العمل لبنود الاتفاقيه، و يعني تزيئة الأماكن والتماطل في بعض الأماكن والبطء والسرعة في بعض، يعني هذا أمر غير مقبول ويجب يعني أن يتم التوقف عليه. ولا يخدم لا سوريا ولا السوريين في هذه يعني الفترة. كل لحظة مسألة الوقت في الحروب مهمة جدا. صحيح. في كل لحظة يمكن يتغير موازين القوى. والدولة التركية تعرف بأن هناك ضغط دولي عليها، ويمكن أن يتم اتخاذ قرارات. صحيح. حتى يعني مهمة جدا، غدا هناك مجلس. صحيح. سنتحدث عن هذه النقطة حتى لا أطيل أكثر على ضيوفي. يعني هي تركيا بعدوانها تسابق الزمن، لذلك تقوم بعدوان همجي مستخدمة كل الأسلحة. طبعاً. سياسة الأرض المحروقة. أرحب بكما ضيفي الكرام أستاذ عماد وأستاذ عبد المسيح الشامي، وعذرا على الإطالة ولكن للضرورة في مكان كما يقال. أستاذ عماد، لو أبدأ سؤال حلقة الثاني من عند حضرتك الآن، كسوري كمواطن سوري، كيف ترى ارتدادات هذا المشهد؟ العدوان التركي، التصعيد الكبير جدا، استخدام إرهابيين وفصائل إرهابية، داعش، تنظيم داعش الإرهابي، جبهة النصرة، ومسميات كثيرة تحت نفس العباءة، عباءة الإرهاب. أستاذ عماد، في البداية اسمح لي رحب فيك وبضيوفك وبسادة المشاهدين واللي عم بيسمعونا من أهلنا السوريين. أهلا بك صديقي وعد. كنت ومنذ سنوات من القلائل الذين خرجوا من البلاد على خلفية مواقف سياسية، يعني أنا خرجت من البلاد بسبب تنمر بعض الأشخاص. عفوا أستاذ عماد، يبدو أني فقدت صوت الأستاذ عماد، لا أعلم إن كان يسمعني الأستاذ عماد. تسمعني؟ أنا عم بسمع. تفضل، كفي الفكرة لو سمحت. تفضل. أقول كنت من أوائل الذين خرجوا من البلاد على خلفية موقف أعلنته ومن داخل دمشق برفض الحل الأمني وبمطالبة السلطات السورية يعني الانحياز للغة العقل وللغة المنطق وللغة الوعي السياسي والوعي الاجتماعي بخصوصية المرحلة. يعني أريد أن أبدأ بهذه المقدمة كي
يفهم موقفي وما أقوله الآن في سياق ما حدث فعلا وليس في سياقات أخرى. فكل من تحدث برؤى وطنية وأخلاقية وإنسانية خلال السنوات الماضية أوجد له أعداء الشعب السوري وأعداء سوريا من التهم ومن التلفيقات ما لا يعد ولا يحصى. يعني هناك من يتهمني مثلا بعد 8 سنوات من الخروج من دمشق بأنني يعني أجمل صورة السلطات في سوريا. لا، على العكس، على الإطلاق، أنا ليس لي أي أجندة إلا مصلحة أهل السوريين. لذلك كنت ممن يقولون ومنذ البداية بأن لا حل لنا كسوريين إلا بأن نتحد في وجه أي عدوان خارجي، سواء كان هذا العدوان الخارجي تركيا أو قد يكون دوليا بلبوسات مختلفة، منها داعش والنصرة. وقد قلت منذ سنوات أيضا بأن لا فرق بين داعش والنصرة وأي فصيل آخر من فصائل ما يسمى بالجيش الحر، لأنها في العمق هي تنظيمات قامت على أساس طائفي، على أساس عقائدي، وبالتالي هي تستهدف كل من يختلف معها عقائديا. اليوم العدوان على الأراضي السورية يستلزم منا وأكثر من أي وقت مضى أن نعي إلى الخطر المحيق بنا كسوريين، أن نعي أن لا حل لنا سوى أن نكون معا، أن نتجاوز الخلافات، أن نتجاوز الهفوات التي وقعت. ولسنا الآن في صدد حتى أن نذكر بأخطاء قد تكون ارتكبتها السلطات السورية وقد تكون ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية وقد يكون ارتكبها بعض المعارضون الذين لم يعوا إلى أنه هناك خطر تركي بنهش كل ما يمكن نهشه من الجسد السوري إلا مؤخرا. وهؤلاء للأسف الشديد حتى وعندما وعوا هذه الحقيقة فإنهم يجبنون عن التحدث بها، إلا من فعلا وحقيقة لا يملك أجندة إلا أجندة حماية أهله في الداخل من جميع المكونات، من جميع الطوائف، من جميع الأعراق، ومن جميع المناطق، ومن جميع القوميات. باعتقادي إن المشهد الآن صعب للغاية، وعلينا أن نجد حلا، ولا يستطيع أن يجد هذا الحل إلا النخبوية الأخلاقية الإنسانية الوطنية، سواء حسبت على النظام أو على المعارضة أو على قوات سوريا الديمقراطية أو على الحياد. علينا أن نتفق وأن نجد حلولا وطنية تضمن سلامة أهلنا في الداخل، وأن يكون دم أهلنا في الداخل وأمن أهلنا في الداخل هو بوصلتنا الوحيد. نعم سيد عبد المسيح الشامي، يعني مشهد دراماتيكي متسارع تراجيدي بظل العدوان التركي الحاصل، العدوان يعني دموية كبيرة جدا، استخدام سياسة الأرض المحروقة كما يقال، كل أنواع الأسلحة وشتى أنواع الأسلحة، طيارات، راجمات، صواريخ. برأيكم ارتدادات هذا المشهد على العمق السوري إن كان سياسيا اجتماعيا وباقي الأمور سيد عبد المسيح الشامي؟ بداية مساء الخير لك، مساء الأنوار السادة المشاهدين. يعني لا شك أن المشهد يتكلم عن نفسه، أعتقد أن الجرائم التي يرتكبها العدوان التركي والإرهابي أردوغان وتلك المرتزقة التي رهنت نفسها للخارج، أعتقد أنها تتكلم عن نفسها بإحترام وبمشهد دموي قل نظيره أعتقد حتى في التاريخ. يعني لذلك أعتقد أن ما يجري اليوم فعلا في شمال سوريا هو أولا عدوان سافر على أراضي دولة ذات سيادة من جهة، إضافة إلى أنها جرائم ترقى إلى جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وهي الجرائم التي يفترض أن تعاقب عليها الأمم المتحدة وكل الشرعات الدولية والقوانين الدولية. ولكن يبدو أن هذا السفاح يعني مارق أو ربما خارج سياق المحاسبة، وهو يرتكب هذه الجرائم ليس منذ الأمس أو ليس منذ أسبوع، أعتقد أنه منذ 8 سنوات وهو يقتل ويذبح ويعني يعيش فساد وإرهاب وقتل من جنوب سوريا إلى شمال سوريا. يعني ما جرى اليوم يشبه تماما ما جرى قبل اليوم في حلب وفي دمشق وفي حمص وفي كل مناطق سوريا وفي درعا وفي كل هذه المناطق. وبالتالي أعتقد أن اليوم ربما اتضح المشهد إلى الكثيرين أن اليوم الخطر القادم من الخارج، والذي للأسف دخل قسم كبير منه أيضا في معادلات الداخل من خلال الرهانات الخاطئة،
لتلك المرتزقة التي تنضوي اليوم تحت لواء يعني جيش معادي لبلدها وتدخل إلى الحدود كي تقتل أبناء بلدها. هذه الفئات أيضا كانت تقاتل في دمشق وكانت تقاتل في حمص وكانت تقاتل في كل بقعة من بقاع سوريا. أعتقد أن هذا الأمر مشهد للأسف كما تفضلت صديقي العزيز يعني دراماتيكي ربما مأساوي، يعني نستطيع أن نسميه كثير من التسميات التي ربما لا تنتهي. لذلك ما يجري اليوم فعلا هو جريمة، هو قتل غير مبرر للمدنيين، هو عدوان سافر على أهلنا في الشمال، وهو احتلال واضح وموصوف لأراضي بلدنا في شمال سوريا، كما كان الحال أيضا في مناطق أخرى كعفرين، وحتى هو بشكل أو بآخر في إدلب. يعني هو متواجد، يعني الجيش التركي للأسف الشديد من خلال هذه المجموعات الإرهابية هو موجود في تلك المنطقة، وهي لا شك أنها تعتبر بحكم أيضا المحتلة من الاحتلال التركي ومن هذه المجموعات الإرهابية. نعم سيدة فوزة، بالعودة إليك، يعني سؤال يتساءل معظم السوريين عنه، موضوع الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد الرئيس الأمريكي يصدر قرارا بسحب قوات التحالف من مناطق قوات سوريا الديمقراطية، هل بهذا عمليا أصاب الرئيس الأمريكي الاتفاق بينكم وبين الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف بمقتل كما يقال أم ماذا؟ هل هذا التحالف بعده موجود على الأرض أم ماذا في ظل خلط الأوراق والعدوان التركي الحاصل؟ طبعا يعني مسألة يعني حل هذا الاتفاق هو مرتبط بشكل مباشر يعني انسحاب التحالف من هذه المنطقة. يعني العلاقات في المستقبل كيف سيستمر مع الدول التي كانت مشاركة في التحالف هذا شيء آخر، إلا أنه كتحالف ضد داعش الذين كانوا موجودين هنا إذا ما تم خروجهم من المنطقة طبعا سيتم حل يعني العلاقات التي كانت موجودة. طبعا يعني قرار ترامب كان يعني مقوض للتحالف الذي كان موجود، ومعظم الدول التي كانت موجودة في التحالف هم ضد هذا القرار حقيقة، ولكن بما أن الولايات المتحدة هي التي ترأس هذا التحالف ودور الولايات المتحدة الأمريكية دور آخر بالنسبة لي يعني دوليا وإقليميا، فالدول الأخرى لا يمكنها أن يعني تبقى هنا دون أن يكون هناك طبعا وجود أمريكي، يعني هذا معروف سياسيا. فيمكن أن نقول بأنه طبعا هذا القرار قوض التحالف الدولي ضد داعش، وبالرغم من أننا نكرر دائما بأن داعش ما زال موجود وما زال ينفذ عمليات وما زال يشكل تهديد في يعني سواء هنا أو في البادية السورية، ما زالوا متواجدين، ويعني إذا ما تم يعني حل هذا التحالف فهذا يعني بأن حقيقة داعش سينظم نفسه من جديد. إلا أن يعني واضح بأنه يعني ترامب يعني أيضا هناك يعني اتفاقيات تجارية إن كان أو أخرى، أو هناك طموح لهذا الشيء، يعني لأن هناك تضارب يعني فظيع للتصريحات ول يعني على ذكر التضارب هناك مفارقة يعني التغريدات أيضاً. اليومية حقيقة صحيح. يعني الغموض الموجود، التناقض الموجود بين التغريدات في كل لحظة يمكن أن يغير كل موازين رأس على عقب، فأحيانا يعني يكون من الصعب أن نقول بأنه يعني أن نسمي الوضع الموجود، يعني تغييرات سريعة جدا جدا، يعني كل لحظة يعني يمكن أن تكون حقيقة يعني حبلة بشيء جديد. صح، في ظل هذا الحديث أيضا بزيدك من الشعر بيت مثل ما بيقولوا، المفارقة المضحكة، رجب طيب أردوغان اليوم يصرح ويؤكد للأوروبيين بأنه يتعهد بأن لا يذهب أي داعشي باتجاه أوروبا، يعني يدين نفسه بنفسه بعد الإدانات والتقارير التي تؤكد بأنه دعم الإرهاب، اليوم يتعهد ويأخذ على عاتقه نفسه بأنه سيحمي أوروبا من الدواعش، يعني في هذه النقطة سيدة فوز صحيح، يعني مثل ما يقولون بأنه هو يعني تسليم داعش لأردوغان مثل ما تسلم يعني اللحم للقطة حقيقة. يعني سيكون له فرصة تاريخية بأن يستخدم مثل ما يقوم بابتزاز على اللاجئين الموجودين في تركيا ويستخدمها كورقة ضغط على أوروبا وعلى العالم بأجمع،
فإنه طبعا سيأخذ ورقة جديدة ويضغط بها، لأن الآن الداعشيين في السجن وفي يعني مخيمات عوائلهم يعني يرحبون ويوميا يقولون بأن أصدقائنا سيأتون وينقذوننا من يعني من إيد قوات سوريا الديمقراطية. صحيح. وحتى معظمهم يقولون إذا ما وصلنا إلى سوريا إلى تركيا فيعني لا يوجد مشكلة، يعني معناها يعني يعني تم الإفراج عنا يعني بهذه الطريقة. فحقيقة يعني أردوغان ويعني يعني يعمل مع جيش من الإعلام المنافق ويعملون على حرب نفسية ويريدون أن يقنعون العالم. إلا أنني أود القول بأن هناك فرق كبير ما بين الفترة الماضية وهذه الفترة. حقيقة المجتمع الدولي بما فيهم المتحالفين مع أردوغان يعلمون جيدا بأن هناك نفاق سياسي وهناك نفاق عسكري وهناك يعني نفاق دبلوماسي وهناك نفاق إعلامي. فالعالم يبدو بأنهم يعني تعرفوا على هذه الحقيقة، وردود الأفعال الموجودة في العالم وفي يعني المجتمع الدولي وفي حتى يعني الرأي العام العالمي بشكل عام يعني يدل على أن أردوغان فقد المصداقية. صحيح. حقيقة ممارساته أقواله نفاقه فقد المصداقية، ويعني وصل إلى درجة بأنه حتى أصدقائه حتى الإعلام التركي يعني يعترف بهذا الشيء، يقولون أصدقاء أردوغان صاروا يعني في هذه الفترة حتى قبرص التركية أدانت العدوان. طبعا لأنه يعني طفح الكيل مثل ما يعني يقولون. أستاذ عماد، بالعودة إليك، يعني لو سألتك في ظل هذه الأجواء والرئيس الأمريكي قام بخلط الأوراق وعدوان تركي سافر وإرهاب وكما يقال على عينك يا تاجر أردوغان يتاجر بكل الإرهابيين في الملف السوري، لو سألتك كيف يمكن إيقاف هذا العدوان التركي على شمال وشرق سوريا من وجهة نظرك برأيك؟ بداية اسمح لي لك أنه أنا أختلف مع جميع المحللين السياسيين أو معظم المحللين السياسيين الذين استمعت إليهم خلال الأيام الماضية. أردوغان ليس ترامب ليس متناقضا على الإطلاق فيما يخص الملف السوري. ترامب منذ وصوله إلى سدة الحكم قالوا بشكل مباشر إن القوات الأمريكية هي موجودة في سوريا لمحاربة طرف واحد ووحيد هو داعش. بالنسبة لترامب أنا باعتقادي الأمور نعم هناك قليل من الشطط في تفسير كلماته، لأنه شخص يعني ليس دبلوماسيا بالمعنى الدبلوماسي، ولكن في البوصلة لدى ترامب في العمق لدى ترامب الأمور واضحة. هو بالنسبة إليه انتهى موضوع داعش بشكل شبه كلي، ما تبقى من صراعات في المنطقة هي صراعات لا علاقة للولايات المتحدة الأمريكية ولمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية فيها، ولا علاقة حتى لحلفاء الولايات المتحدة، وأعني الحلفاء الاستراتيجيين وليس الحلفاء المرحليين كما في بعض الحالات. الآن مثلا الولايات المتحدة الأمريكية هي في حالة تحالف مع قوات سوريا الديمقراطية، ولكن هذا التحالف حقيقة كلنا نعلم أنه تحالف مرحلي. حتى قيادات قوات سوريا الديمقراطية القادمين من خلفية يسارية شيوعية يدركون أن لا تحالف يمكن أن يقوم على المستوى البعيد المدى بينهم وبين الأمريكا. ترامب في اعتقادي عندما يدلي في بعض التصريحات التي تقول بأن ما يحدث على الأرض بعد القضاء على داعش لا يعني، باعتقادي يعني ربما ينبغي أن نرفع لترامب القبعة، لأنه أول رئيس أمريكي قال إن أهل الأرض أولى بتبني قضاياهم وبالدفاع عن أراضيهم. طب على الأقل أستاذ عماد لأبناء سوريا. طيب كيف تفسر إذن هذا الخلاف الكبير والشق الكبير الحاصل في الإدارة الأمريكية؟ يعني الكونغرس، البنتاغون، الكل رافض لموضوع سحب القوات الأمريكية، الكل رافض لكل تغريدات تغريدات دونالد ترامب. تفضل أستاذ عماد. لأن الكل ينظر إلى سوريا على اعتبار أنها كعكة ينبغي أن تقدم منها أمريكا وأن تحصل منها أمريكا على مصالح، وأن تدخل أمريكا عبر سوريا والشعب السوري بالصراعات الدولية فتثبت وجودها، ولكن الحقيقة يبدو أن ترامب يفكر بطريقة مختلفة. ترامب أعلى شأن أمريكا أولا ولا يريد أساسا أن يلعب خارج الأراضي الأمريكية،
إلا عندما يكون الملعب للحفاظ على الأمن الأمريكي وعلى المصالح الأمريكية. باعتقادي الشخصي كما كنت أقول صديقي وعد، ربما ترامب هو الرئيس الأول الذي يقول إن أبناء هذه المنطقة يخوضون صراعاتهم الوجودية بأنفسهم، وهذا ينبغي أن نحترمه عليه. يعني أستغرب من عدد كبير من أبناء الشعب السوري عندما يطالبون الآخر غير السوري بتبني قضاياهم ويطالبونه بالتسيد عليهم، يعني يطالبون فريق كبير من السوريين يطالب الروسي بأن يخوض له صراعاته حتى الداخلية بينه وبين الآخر المختلف معه عسكريا وسياسيا وعقائديا. لا، ليس من حق الشعب السوري الذي يعني ينحاز إلى جهة السلطة بأن ينتظر من روسيا أن تحله جميع قضاياه وكأنه يشتريها سيدا. وكذلك الأمر بالنسبة لأتباع قوات سوريا الديمقراطية ومريدي قوات سوريا الديمقراطية. يا أخي، نحن سوريون، علينا أن نعمل كسوريين على تبني قضايانا وأن نعلي من شأن القضايا الوطنية والإنسانية. أما المعارضة وهي الشق الحقيقة بالنسبة الساقط أخلاقيا، يعني أنا عندما أتحدث عن فريق السلطة السورية وأتباع السلطة السورية ومريدين السلطة أو مريدي السلطة السورية، أو عن قوات سوريا الديمقراطية وأتباعها ومريديها، فإننا نتحدث عن سوريين لديهم من الأخطاء ولديهم من الأفعال المصيبة ما نستطيع أن نتحدث عنه وأن نحاكمه وأن نحاول أن نقومه ونقيمه ضمن حدود يعني ما يحق لنا كأفراد أو كأشخاص يعملون في الشأن العام. ولكن عندما نتحدث عن المعارضة فإننا نتحدث الحقيقة عن مجرمين كاملي الأوصاف. لا تستطيع أن تطالب مجرما قاتلا يقتل أهله ويعمل بكل طاقاته عميلا لدى الآخر الطامع في إخوته من خارج البلاد، لا تستطيع حتى أن تقول هناك أشياء يمكن التفاهم والتواصل إليها. وهذا الرأي بالتأكيد أعيد وأكرر ليس رأيا حديثا لي، فعام 2015 وعبر أكثر من فضائية قلت إن المعارضة ومنذ 2013 منذ أن دافعت عن خيارات الشعارات الطائفية في المعارضة في المحالف الدولية ثبت أنها مجموعة مارقة، وكثير مما كانت تقوله السلطات السورية بحقها باعتقادي كان قليلا عليها. ربما لو كان لدى السلطات السورية إعلاما واعيا ولديه هامش من الثقة لدى المواطن السوري لاختصرنا على سوريا كثير من الأوجاع، لأن الإعلام السوري عام 2011 و2012 و2013 قدم هدايا مجانية لا تعد ولا تحصى للمعارضة التي كانت تكذب على الناس بشعارات لا علاقة لها بها. فلا علاقة للمعارضة بشعارات الحرية، هي تطالب بحرية أن تقتلك لأنك مختلف ولا أي نوع من أنواع الحرية آخر، ليس لها علاقة بالعدالة وليس لها علاقة بالشعارات تبع الشعب السوري واحد. هم يرون مكون واحد، وسأقول الجملة بصراحة لأنني من أبناء هذا المكون، يعني على الأقل بالانتماء بالوراثة، انتماء النسب ليس بانتماء الفكرة. نعم. هم يريدون العرب السنة الرافضون تماما لأي شكل من أشكال الأوطان غير الأوطان الإسلامية. طيب. يريدون هذه المجموعة أن تكون، وبالتالي هم لا يؤمنون بكل الشعارات التي قالوها. إذا بتسمح لي بس تعقيب أخير بعزالة. نعم. الناس السوريون البسطاء غير المثقفين الجهلة صدقوا المعارضة لسببين. الأول ما قلته أنهم زيفوا شعارات كاذبة، والثاني أنهم لم يكونوا يعرفون شيئا عن خلفية المعارضين، وهذا أيضا تقصير من الجهات الرسمية ومن الإعلام السوري. نعم سيد عبد المسيح، بالعودة إليك، هناك من يقول بأن التغريدة توريطة لتركيا، هل فعلا هناك وراء الأكمة ما وراءها كما يقال أم ماذا؟ يعني أعتقد القضية أكبر من أن يكون هنالك مجرد توريط لهذه الدولة أو تلك. يعني أنا أتوافق مع ضيفك من باريس فيما يتعلق بال يعني تحليله للموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي ليس مبني على مواقف شخصية، يعني حتى موقف ترامب ليس شخصي،
وأعتقد أن الرفض الذي يحدث اليوم في المؤسسات الأخرى في الكونغرس وغيرها هو يعني شو إعلامي لا أكثر ولا أقل للتخفيف من الموقف الذي اتخذه ترامب. أمريكا دولة مؤسسات، وحتى الرئيس لا يستطيع اتخاذ قرارات بهذا الحجم لوحده وبمعزل عن المباحثات وعن أيضا المناقشات الداخلية التي تعطي مؤشرات أو تعطي قرارات جماعية بالانسحاب أو عدم الانسحاب، وبالتالي يجب أن نقرأ الأمور بشكل صحيح. أمريكا اليوم ليست بوارد الدخول بحرب مع تركيا. تركيا اليوم في تحالف ولو غير معلن، ولكنها في تحالف مع الروسي وحتى مع الإيراني ومع السوري بشكل أو بآخر في ملفات كثيرة، وبالتالي القضية ليست يعني بالشكل الذي يظهر إلى العلن وإلى الإعلام بشكل دائم. المواجهة اليوم مع تركيا مواجهة كبيرة، وبالتالي القضية قضيت لها بعد مصلحي، وهذه اليوم المعركة في حال دخلت بها أمريكا أعتقد أنها سوف تكون محاصرة من كل الجهات، وبالتالي هي مع معركة ساقطة وخاسرة مع جيوش كبيرة. رغم الاختلاف الموجود بين تركيا وبين روسيا وبين سوريا وبين إيران، ولكنهم كلهم يجمعون على عداء أمريكا. هذا لا يعني اليوم اتفاق على العداء أو على مواجهة أمريكا في الشمال وفي هذه المنطقة لا يعني بالضرورة الاتفاق على باقي الملفات. وهنا نجد عندما انسحبت أمريكا أصبح هنالك أولويات مختلفة. الجيش السوري دخل في مواجهة مع الجيش التركي، وبالتالي القضية بالنسبة لأمريكا قضية حسابات ربح وخسارة، وهي عندما يعني تحسب حساب اليوم هذه المعادلات السياسية القائمة في الشمال السوري، هنالك أيضا معادلات أخرى بالحسابات الأمريكية، هنالك معادلات موجودة في آسيا، في أوروبا، في روسيا نفسها، في الخليج. كل هذه الخلافات وكل هذه الملفات تتشارك بها مع هذه الدول، وبالتالي هنالك ربما يكون حسابات ربح وخسارة، هنالك تبادل مصالح، هنالك مقايضات، سميها ما شئت، لا نعلم حقيقة ما الذي يجري، ولكن بالنتيجة أمريكا ليست بوارد اليوم الدخول بمواجهة مع أحد، لأنها بالأساس تتبنى استراتيجية واضحة عبر عنها ترامب منذ يعني دخوله إلى السلطة، أن أمريكا تريد الانسحاب من كل الجبهات، ونحن كأمريكان لسنا يعني في وارد الدخول في حروب إضافية، وكان وعده للانتخابيين لمنتخبيه، وحتى يعني بعد انتخابه كرر هذا الشعار أنه يريد أن يسحب جنوده وجيشه من كل البقاع الساخنة، ولا يريد أن يدخل بحرب يعني مع أحد، إضافة إلى أن هذه الحروب، هذه يعني المشاريع هي مشاريع مكلفة وتكلف الخزينة الأمريكية ملايين ومليارات الدولارات، وهو في موقع أو أمريكا في حال اليوم لا تسمح لها بتمويل كل هذه الجبهات وكل هذه الحروب دون فائدة. يعني اليوم إذا دخلت بحرب مع تركيا ماذا تستفيد أمريكا؟ سوف تكون الخاسر ربما الوحيد في هذه المعركة. لذلك أعتقد أن المعادلة معقدة أكثر من قضية أنها يمكن أن تورط التركي أو غير التركي. يعني ربما لن تمانع إذا تورط التركي اليوم في الشمال، ولكن هي تعي تماما أنها إذا تركت الشمال، إذا تركت هذه المنطقة، لن يدخل التركي في حرب مع سوريا، لأن الحرب مع سوريا ليست نزهة، سوف يكون بمواجهة الجيش التركي، الجيش الإيراني والجيش الروسي. طيب. وبالتالي هذه معركة غير ممكنة من حيث المبدأ، لا في المعادلات السياسية ولا في المعادلات الميدانية. طيب. وبالتالي أعتقد أن القضية هو انسحاب أمريكي واضح وصريح حتى تستطيع أمريكا أن تهرب من هذه المواجهة. نعم، مشاهدينا فاصل ومن ثم نواصل الطاولة المستديرة.
نعم بالعودة مشاهدينا، اسمحوا لي أن أعود مجددا إلى ضيفتي في الاستوديو سيدة فوزة. الآن حضرتك أشرت على موضوع مجلس الأمن يطالب بعقد اجتماع جديد مغلق حول العدوان التركي على هذه المنطقة. كمسد، هل قدمتم شيء لمجلس الأمن، للاتحاد الأوروبي، لدول الناتو في ظل هذا العدوان القائم؟ هل تتوقعون شيئا ما أم ماذا؟ يعني في هذه الفترة جميع القوى السياسية في شمال وشرق سوريا بما فيها الإدارة الذاتية قدمت يعني أرسلت رسائل لجميع الدول بما فيه يعني رئيس أمم المتحدة وأيضا كل المؤسسات يعني الدولية. ولكن أيضا يعني هناك طبعا متابعة دولية للوضع الموجود في سوريا، يعني حتى إذا لم نقدم شيء يعني في هناك أمور واضحة جدا وجميع العالم يتابعها عن طريق الإعلام، عن طريق المنظمات. ف يعني قبل الآن أيضا تم عقد اجتماع من قبل مجلس الأمن، وكان هناك يعني مواقف غير واضحة من قبل سواء روسيا أو أمريكا حسب يعني ما تعرفنا عن طريق الإعلام والمعلومات الأخرى. طبعا يعني لحد الآن غير معروف من هو الذي يدعو لهذا الاجتماع، إلا أنه تم القول سيكون اجتماع طارئ. باعتقادي كل الاجتماعات التي يعني تعقد إذا لم يتم إيقاف تركيا في يعني إيقاف الحرب الموجودة والعدوان الموجود، فيعني لا يوجد يعني لا يوجد يعني لا يشكل بالنسبة لنا أي يعني شيء بأي قيمة. يعني الاتحاد الأوروبي اجتمع، الجامعة العربية اجتمعت، ويوميا نفقد أبرياء، يوميا يعني نفقد أناس يعني مدنيين، ويوميا هناك قصف ويعني معارك دارية. فيعني لا يمكننا أن أعول كثيرا على هذه الاجتماعات حقيقة، يعني تشكل ضغط إلى حد ما، ولكن يعني عمليا إذا لم توقف العدوان او يعني هجوم الهجمات الموجوده فيعني لن يكون يعني لها تاثير عملي. استاذ عماد، بالعوده اليك، سؤال في غايه الاهميه اطرحه على حضرتك. في ظل اتفاق قسد مع دمشق على انتشار الجيش السوري على الحدود مع تركيا، من وجهه نظرك انت ما المتوقع الان؟ مع العلم هناك سقوط شهيد من الجيش السوري ايضا بقصف للعدوان التركي على اطراف منبج. تفضل. شهيدين. المتوقع شهيدين. الآن أن يعي أصحاب القرار في قوات سوريا الديمقراطية وفي السلطات السورية أن لا مصلحة تعلو على مصلحة الوطن. كان ينبغي لهذه الخطوة أن تكون قبل على الأقل عامين أو ثلاثة، كان ينبغي لهذه الخطوة أن تقوم منذ أن أعلنت المعارضة أن النصرة هي جزء شرعي من ثورتها، الثورة الميمونة التي دمرت البلاد وقتلت نصف مليون من السوريين وشردت ملايين منهم وانتهت بمجموعة من العملاء الرخائص الذين يعملون عند التركي والقطري. كان على القائمين على القرارات في قوات سوريا الديمقراطية وفي السلطات السورية أن يقدموا بعض التنازلات السياسية كما يليق ببلاد يدفع أبناؤها ثمن تحررها من نير الظلام ويعني التخلف والرجعية والإجرام الذي يعني شاركت به مختلف دول العالم عبر أفراد يعني ربما لا نظلم هذه الدول عندما نقول إنهم يمثلون هذه الدول التي حتى هذه اللحظة تغض بصرها عن الجرائم التي ارتكبتها هذه المعارضة بحق السوريين. رغم أنني لست من الذين يقولون بنظرية المؤامرة أن هناك مؤامرة على سوريا ودول العالم تتآمر على سوريا، فليس لدينا حقيقة يعني ما يجعلنا نشكل خطرا على دول عظمى لتتآمر ضدنا. لا، يمكن يكون في مؤامرة من نوع آخر أستاذ عماد، أسف للمقاطعة، وهو مؤامرة احتلالية توسعية عدوانية، وتركيا تترجم هذا عمليا على الأرض. الحقيقة هي مؤامرة منا علينا. هي مؤامرة منا علينا، مما تعلمناه ومما درسناه ومما جعل لنا مادة عقائدية عبر النص المقدس الذي يحتاج إلى مراجعات تجعله
يعني ومنذ سنوات تعرف أنني أقول هذا الكلام ولا أكون مصغية. داعش هي ابنة العقائد التي شربناها في مدارسنا في مناهجنا الرسمية كأنظمة عربية وكحكومات عربية، لا أتحدث عن الشان السوري فحسب. المؤامرة هي منا علينا، من نخبنا التي ما إن يصل أحدها إلى أوروبا ليأكل ويسكن ويشرب ويتطبب ويسوح ويدرس أبنائه بالمجان، حتى تصبح بطولاته الفارغة هي يعني ما محض اهتمامه، لا يهتم بأي شيء آخر. المتوقع الآن من قيادات قوى سوريا الديمقراطية ومن قيادات الحكومة السورية والسلطات في دمشق أن يعني يتجاوزوا سفاسف الأمور، أن يعملوا على أن تتحول هذه البلاد حقيقة إلى بلاد مواطنة، أن تتحول هذه البلاد حقيقة إلى بلاد محاسبة للفاسدين وللمجرمين. اليوم لو نظرنا إلى خارطة المعارضة والثورة لرأينا أن أكثر من 70% من قيادات هذه الجهة المجرمة كانت في صفوف الحكومة السورية وفي صفوف السلطات السورية، وكان الوطنيون الذين يعني يتصدون الآن للدفاع عن مصلحة الوطن السوري والأبرياء في سوريا كانوا مهمشين من هذه السلطات. علينا كسوريين أن ننبه السلطات وأن ننبه أي جهة تمثل السوريين سواء عن استحقاق أو عن غير استحقاق، علينا أن ننبه هذه الجهات وفي مقدمتها الحكومة السورية والسلطات السورية وقوات سوريا الديمقراطية إلى أن دماءنا السورية هي الأغلى وإلى أن أرضنا السورية هي الأغلى، ليس من مبدأ بيع الكلام حول التراب وأهمية التراب. التراب في فرنسا وفي السويد لا يختلف عن التراب في سوريا على مستوى البنية كتراب. نحن نتحدث عن تاريخ لقبور أجدادنا التي انتماء. شئنا انتماء. علينا أن نعود إليها بين فترة وأخرى باعتقادي أن القادم قد يحتوي بصيص أمل لو كان هذا الاتفاق واقعيا دوافعه الأساسية دوافع إنسانية أخلاقية وطنية، وأخشى أن يكون مناورات من هذا الفريق أو من ذاك. أتمنى أن فعلا نصل إلى لحظة نستطيع أن نقول إن السوريين عادوا للتوحد، وباعتقادي الشخصي هذا هو الأمل الوحيد لاستعادة أراضينا المحتلة من التركي، وهو الأمل الوحيد لطرد كل السفلة وكل المجرمين على الأراضي السورية. نعم سيد عبد المسيح، في هذه الجزئية وفي ظل هذا الاتفاق المبرم وفي ظل هذا المشهد الدموي العدواني من قبل تركيا، ماذا بعد؟ يعني أعتقد أن المهم جدا اليوم تثبيت هذا الاتفاق بين الإدارة الذاتية وبين الحكومة السورية. أعتقد أنه آن الأوان لطي صفحة الماضي ولبدء صفحة جديدة قائمة على الثقة المتبادلة وعلى أيضا الحقوق، يعني أو إعطاء الحقوق لكل ذي حق. أنا أعتقد أن هذا الأمر هو ربما يكون الأولوية الأولى، لأن اليوم كل المشاريع التي طرحت وكل المواقف المتشنجة من قبل الطرفين أعتقد أنه هو الذي أدى إلى ما نحن فيه اليوم. الرهانات الخاطئة من قبل الطرفين أعتقد أنها أحد أهم الأسباب أيضا، وبالتالي اليوم لا يمكن لأحد أن يحمي هذه المنطقة وأن يكون عطوف وحنون ودعنا نقول أيضا أخ حقيقي لأهل هذه المنطقة سوى الإخوة الآخرين في المناطق الأخرى، يعني دمشق وحمص يعني البنية شمال سوريا، شمال وشرق سوريا، بنية هذه المنطقة هي تعتبر قلب سوريا حقيقة التاريخية، وبالتالي يجب العمل على العودة إلى سوريتنا، هذه بالنقطة الأولى. إضافة إلى أن هنالك واجبات كثيرة على الدولة، يجب أن حقيقة تغير كثير من نهجها السابق وأن لا تعود إلى نفس الأخطاء التي ارتكبتها في الماضي في تهميش هذه المنطقة وفي حرمان هذه المنطقة من حقوقها الثقافية والحضارية والسياسية والاقتصادية، الأمر الذي دفع بالكثيرين إلى ارتكاب أخطاء. يعني اليوم عندما يكون هنالك ولو قلة قليلة اليوم تفكر بالانفصال أو غير الانفصال، وهي قلة ولا تعبر عن مشاعر هذه المنطقة، عن شعوب هذه المنطقة بشكل حقيقي، أنا أعتقد أن هذا الأمر أيضا يجب أن يدرس ما هي الأسباب ولماذا. أعتقد أن الحرمان هو ربما يكون أحد أهم أسباب هذه القضية، وأنا لا أتكلم هنا عن الأكراد،
هذه المنطقة لا تسكن فقط من الأكراد، هنالك سريان وهنالك أشوريين وهنالك أيزيديين وهنالك شركس وهنالك قوميات مختلفة، هنالك أيضا بدو وعشائر. كل هذه المنطقة حقيقة كانت تعاني من الحرمان ومن الإقصاء ومن العزل، وهذا أمر لا يجب أن يتكرر. بالمقابل يجب أيضا على الإدارة الذاتية أو على سكان هذه المنطقة اليوم يجب أن ننتهي من قضية اليوم أن يكون هنالك حلول منفردة وأن يكون هنالك تحالفات منفردة. أنا برأيي يجب أن يكون هنالك ذهنية جديدة في الشمال، وأن يكون هنالك مشاريع مختلفة تماما عن التي كانت تطرح في الشمال. أنا لا أتهم أحد بالانفصال هنا، ولكن هنالك إلى حد ما ربما نوع من الاستقلالية المبكرة، وهذه نقطة أعتقد أنها، وأنا طيب. ربما ذكرتها على قناتكم الكريمة هنا، أن ربما اليوم استبقوا الأمور قبل حلوسها. كان يجب أن يكون اليوم ما يتعلق باللامركزية في السلطة وفي ما كان يطرح، يجب أن يكون ضمن المشروع الكبير الحل السياسي اللي كان من سوريا. وأعتقد أن الجميع هناك أيضا مؤمن بهذه القضية، وأعتقد أنها سوف تسير بهذا الشيء. نعم سيدة فوزة، أختم حلقة الليلة مع حضرتك، المنبر لك، تفضل كلمة أخيرة على كل ما ورد على لسان ضيفي الكرام من تساؤلات، تفضل. يعني طبعا منذ البداية كان مبدأنا الأساسي هو حل المسائل في ضمن سوريا، وأن يكون حلول سورية. إلا أن يعني القضية يعني أصبحت قضية إقليمية مع الأسف. كل القوى الموجودة في سوريا مع الأسف مرة أخرى أقول بأنها يعني يجب أن لا نخدع نفسنا. فتم يعني المداخلة من قبل القوى الخارجية، وهذا أثر بشكل كثير على جميع القوى الموجودة في سوريا. ونحن كلنا نطمح بأن يكون الحلول سورية. إلا أن المبادرة في الوقت الراهن برأيي يعني خرجت من أيدي السوريين إلى حد كبير. وهذا أمر مؤسف. أما من الناحية الأخرى فإننا أيضا نطمح بأن يكون هذه الخطوات خطوات يعني تؤدي إلى فتح يعني مجال جديد وطريق جديد، وأن تكون خارطة طريق حتى. لكن أنا أيضا يعني أقول بأنه يعني هل يعني الوضع الموجود، العقلية الموجودة يعني ستتيح المجال أمام هذا الشيء؟ طبعا هناك الكثير من الإشارات الاستفهام، إلا أن هناك أولويات في الوقت الراهن، ويجب أن نركز على هذه الأولويات. والأولوية هو حماية المنطقة من العدوان الموجود، من الاجتياح الموجود، من الأولوية هو عدم يعني اقتطاع جزء آخر من سوريا. الأولوية هو حماية شعبنا من إبادة جسدية وإبادة ثقافية، وحماية وحدة الأراضي السورية. هؤلاء كلهم أمور مشتركة وقواسم مشتركة بين كل السوريين، بما فيها يعني إدارة ذاتية في شمال شرق سوريا وبين الحكومة السورية أيضا. فنحن نركز على القواسم المشتركة أكثر، وبرأيي هذا هو يعني القرار السليم، وهذا هو يعني الوضع العقلاني. فبالمستقبل كيف سيكون الأمور السياسية والأمور الإدارية وإلى ما هنالك، حتى الدستور كيف سيكون، يعني كل هذه الخطوات هي خطوات يمكن أن مناقشتها في المستقبل. لذلك يعني حسب ما نعرف أيضا بأن هذا الاتفاق كان اتفاق عسكري بحت، ولم يتم مناقشة الأمور الأخرى، وهذا يعني ناتج عن الوضع الإسعافي الموجود في الوقت الراهن. تحالف ضرورة يعني. فيعني طبعا تحالف يعني حتى وجوده أو عدم الوجود بالنسبة للوضع الموجود في سوريا بشكل عام. فنريد أن نركز على هذا يعني المجال وعلى هذا الجانب. أن النقاط الأخرى طبعا يعني الوصول إلى حلول جذرية مهم جدا، وحقيقة سوريا بحاجة إلى يعني عقلية جديدة، بحاجة إلى حلول جديدة، بحاجة إلى حوار. يجب أن يعني نستمع إلى بعضنا البعض. صحيح. في البداية أن نتعرف كيف يعني نتحاور، فهذه أمور مهمة جدا. وأريد أن أنوه بأن يعني حقيقة
هذا يعني هذا الاتفاق غير متناقض مع حلولنا التي طرحناها في الفترة الماضية. يعني ضيفك أكد بأنه يعني استقلالية مبكرة يمكن، ولكن إذا كنا نتحدث عن طموح شعب للديمقراطية، وهذا الشعب عندما يعني قام وتظاهر واحتج على أمور يجب أن تتغير، فلا يمكن أن يعني نتجنب هذا الشيء وكأنه لم يكن هناك مشاكل ويعني الشعب هو الذي خلق المشكلة. لا، هؤلاء نتائج، إننا اليوم نتوقف على النتائج، ونحن كل ضحايا النتائج السياسة التي كانت موجودة مع الأسف، يعني السياسات التي كانت موجودة. لكن الآن في هذه اللحظة نحن لسنا بصدد هذه المسائل. هناك أمر وجودي وأمر حياتي يمس يعني وحدة سوريا، وجودنا يعني كشعوب، وجودنا كأرض مشتركة. صحيح. فيجب أن نركز على هذه الأمور، والأمور الأخرى كلها يجب أن لا نستبق، يعني تأتي تباعا طبعا. يعني هذا يعني مناقشته هو أمر مبكر هذا يعني بالنهاية، ونحن أيضا نطمح بأن يعني تستمر هذه الخطوات وأن تنجح حقيقة، وهذا هو مطلبنا نحن أيضا. نتمنى الخير والسلامة للسوريين بجميع أطيافهم ومكوناتهم وشعوبهم. ضيفتي هنا في الاستوديو سيدة فوزة اليوسف، عضوة الهيئة الإدارية في حركة المجتمع الديمقراطي. شكرا جزيلا لك. شكراً جزيلاً. على تلبية الدعوة وعلى كل الكلام القيم الذي أغنيت به الطاولة المستديرة. وشكر لك أيضا ضيفي من برلين الأستاذ عبد المسيح الشامي، منسق العلاقات الألمانية العربية بالبرلمان الألماني، على كل الكلام القيم الذي أغنيت به الطاولة المستديرة. وشكر لك أيضا ضيفي من باريس الأستاذ عماد نجار كاتب سوري، على كل الكلام القيم الذي أثريت به حلقتي لليلة. وشكر لطاقم عمل الطاولة المستديرة، وشكر العظم لكم مشاهدين على طيب وحسن وكرم متابعة. دمتم بخير، إلى اللقاء.